هل الاشتغال من بعض العلماء في الرد يعتبر من الجهاد؟ إذا اقتضى الأمر هذا فهو من الجهاد، الجهاد وجاهدهم به بالقرآن. يعني هذه الآية نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في مكة قبل أن يشرع الجهاد، فقال وجاهدهم به أي بالقرآن، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين، منافقون يجاهدون بالقرآن وبالعلم الحجة. نعم.